ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من المفترض أنه ب 31 تموز أو بأول آب يصل الوسيط الأمريكي أموس هوكستين إلى لبنان، ويفترض أنه يكون معه الجواب النهائي من الجانب الإسرائيلي على العرض اللبناني. وهناك ربما تسريبات بدأت ترشح يعني من عند عدد من المعنيين بمتابعة هذا الملف بأنه رايحين على حل. سمعنا امبارح النائب جبران باسيل اللي هو ربما الأقرب للرئيس عون ويعرف تفاصيل هذا الملف، يقول أنه نحن ذاهبون إلى حل، ولكن بحال يعني حط بعض الشروط، وأربع شروط يعني تتضمن هذا الحل. برأيك رايحين على حل بموضوع الترسيم؟ لكن أنا خليني أحكي بالشكل وبالمضمون. نعم تفضل. بالشكل، طالما الشيء بالشيء يذكر، أنا بعتبر أنه كل من يستقبل أو يتعاطى أو يتصل مع هوكستين هيدا عميل يتعاطى مع العدو الصهيوني، وبالتالي يتعرض للملاحقة الجزائية وفق القوانين اللبنانية. إذا كان بموقع مسؤولية هو في موقع الخيانة، وإذا كان في موقع أقل بالمسؤولية هو في موقع مخالفة القانون الجزائي. عم بترد على موضوع المطران الحرب، ما عم برد على شيء، عم بقول القانون اللبناني. هذا زلمي معه باسبور إسرائيلي وكل الناس بتعرف، والقانون اللبناني واضح، كل من يتعاطى مع حامل جواز إسرائيلي ويعمل اتصال معه يتعرض للملاحقة الجزائية. يعني اليوم بدنا نلاحق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مش أنا، ونائب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس، مش هن يعني بدهم يطبقوا القانون أو يعدلوا القانون أو يعدلوا القانون يعملوا معروف أو ما يفرجونا مراجلون انه والله هن عم بيطبقوا القوانين. لكن هو يعني البعض سيرد انه هو اتي بصفته امريكيا يعني يحمل ايضا جواز السفر. ما بدي اقارنه بحدا، ما بدي اقارنه بحدا، اوكي، بس المطران عنده صفه فاتيكانيه، عنده صفه كنسيه شامله، نطاقها انطاكيا وسائر المشرق، وحدوده يوم اللي تعين متعين على الاراضي المقدسه، ومتعين على القدس وحيفا والمملكة الأردنية الهاشمية، وهو نائب بطريركي. وبالتالي برجع بقول لك أنا حكيت بالشكل بهذا الموضوع. بالمضمون، لبنان ما عنده حل في موضوع النفط إلا موضوع التفاوض والقانون الدولي. مرجلات وهوبرات ومنطلع ما بعرف شو، وجبران باسيل بجرب يعني ساعة يغازل حزب الله وساعة يحركش بحزب الله لأهداف رئاسية ولا غير رئاسية واللي بدك، هيدا مش مصلحة الدولة اللبنانية. مصلحة الدولة اللبنانية اليوم في هذه المرحلة بالذات أنه تتبع القانون الدولي، تتبع الدبلوماسية، ومش تلعب. أهم شغلة كمان أنه هيدي النظرية اليوم أنه إيه، ناس بتفاوض، ناس بتضغط. إذا الدولة اللبنانية عم تضغط أنا ما عندي مشكلة، بس إذا حزب الله عم بيضغط باسم الدولة اللبنانية أنا عندي مشكلة كبيرة. أنا عندي مشكلة كبيرة، لأنه بالآخر المفاوضات لا يجوز أن يدير اثنين، واحد على الطاولة المفاوضات والثاني على أرض الميدان. حتى وقت اللي بيكون فيه هيك بيكون في مرجعية واحدة هي دايرة. اليوم ما فيها مرجعيتين تدير، وما فيها مرجعية عم بتفاوض بالدبلوماسية، مرجعية تانية عندها القدرة العسكرية على الأرض تقول لها أنا رح أعمل هيك وأنت تحمل المسؤولية من بعد ما تعمل. يعني لو بنسقوا مع بعضهم وبيخبروا بعضهم نص مصيبة، بس أنه المشكلة أنه هؤلاء عم بيخبرونا أنه مسيرات حزب الله اللي راحت على حق الكريش هي نقطة قوة للمفاوض اللبناني. المفاوض اللبناني ما كان معه خبر، وهن عرفوا من الأخبار من بعد ما اعلن اسقاط الطائرات. لكن برايك ما كان ما شكل عنصر قوه انه اليوم اذا عم ينحكى عن حل وعم ينحكى عن حل يلائم الجو اللبناني على الاقل؟ لكن ما في شيء له علاقه بسلاح حزب الله ومشروع حزب الله ممكن يكون نقطه قوه للبنان. كل ما له علاقه بمشروع حزب الله الاقليمي وبمشروع حزب الله المسلح هو نقطه ضعف للبنان وهو مصيبه لبنان. هي هيك. هي يمكن هذه من وجهة نظرك. طبعا. اليوم أنا مواطن لبناني وما رحت على إسرائيل. أنا مواطن لبناني. أنا مواطن لبناني وما رحت على إسرائيل، ولا جبت دواء من إسرائيل ولا نقل مساعدات من إسرائيل، وبالتالي بعد حقوق المدنية موجودة ورح ضل أقول رأيي من هلأ. طبعا لا يعني الله طالما اعطيني عمر جميع الاراء، ولكن انا عم نقول انه في اراء تختلف. ولكن لا. اليوم سمعنا جبران باسيل بالامس هو اعطى معادله جديده، قال انه مسيرات حزب الله هي خط 29 جديد. ما فهمت، انه عنده مصلحه هو هيك يصطفل بعدين؟ ما فهمت. انا بفتح جوجل هلا بلاقي جبران باسيل وظيفته نائب ووزير سابق
وإذا بفوت اجتماعيا هو صهر الجنرال، بس ما شفته مرجعية بعد بعلم السياسة، ولا شفته مرجعية بعد بمرجعية دولية يستند عليها، يعني أنه إذا أراد الأمم المتحدة يقول هيك جبران بشير قال هيك. رئيس الجمهورية المسؤول الأساسي عن هذا الملف. ماضي، فإذا هذا رأي سياسي منه أكثر من هيك يعني بالنهاية. وأنا بقول عيب على حدا عم بيحكي باسم رئيس الجمهورية يقول أنه سلاح غير شرعي هو نقطة قوة لرئيس الجمهورية. يعني برجع بقول لك اجوا على الحكم بمنطق نحن الرئيس القوي ونحن اللي بدنا اياه بنعمله. قعدنا سمعنا عشية كل وقت عم بيقول انه ما خلوه يعمل للرئيس. طيب اذا الرئيس، وهو قال بالاخر انه اذا ما خلوا ميشيل عون رح يخلوني الي. وبالتالي كل هاي نظريه القوه اللي خبرونا اياها طلعت انه نظريه نطلع نقعد 6 سنين ببعض ونفل. طيب هلا ممكن نوصل لحل برايك بموضوع الترسيم قريب؟ يعني هو قال انه انا عم بستند على كلام جبران باسيل لانه نحن نعتبر انه ما يقوله جبران باسيل قد يكون يطابق ما يريده الجنرال او رئيس الجمهوريه ميشيل عون. اليوم هو يقول انه خلال هذا الشهر بدنا يعني رح يكون عنا الجواب مع وصول هوكستين إلى لبنان، ويقول أنه قد يكون حامل معه الحل واستبعد الحرب إلا إذا لم يكن الحل كما يرضي لبنان. أولا أنا بتمنى أنه يكون جبران باسيل عم بيبني حساباته على ما يرضي لبنان مش على ما يرضي إيران. أنا أقول أنه إذا كان شو ما كان موضوع المفاوضات، إذا لم تأتي هذه المفاوضات النفطية متزامنة مع حل في موضوع النفط الإيراني إلى العالم لن نصل إلى حل، وإن شاء الله أكون غلطان. بحالة وحيدة أقول أنا غلطان، إذا نحن قدرنا نوصل إلى نتيجة في هذه المفاوضات بمعزل عن فك الحصار المفروض على إيران وتحديدا الحصار النفطي. يعني يوم اللي حزب الله بيقول لا استخراج نفط إسرائيل قبل نفط لبنان، أنا برأيي مش هيدا الواقع، أو مش هيدا جوهر هذا الشعار. جوهر الشعار الحقيقي لا استخراج للنفط الإسرائيلي قبل عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. هذه هي المعادلة. هني عم ينفوا هذه المعادلة. هلأ شو بدي ينفوا؟ بكرة منشوف. بكره بنشوف. برجع بقلك نحن بنكون اسبوع لينتهي هذا الشهر. عم برجع بقلك هو لا، هو عم بيقول بايلول، يعني طول عندنا ايه، بس اني حطوا شهر لي انه لو وصول هوكستين الى لبنان بيكون حامل معه الحل. بيكون حامل معه جواب. بيكون حامل معه جواب. هلا اذا حامل معه الحل عظيم، وهن قبلانين بالحل كثير عظيم، نطلع نحن اسانا القراءه السياسيه. الا طبعا الا اذا كان انه بدايه الحل من هون، وبتشوفي بعد جمعتين ثلاثه انه رجعنا المفاوضات يلي امبارح. انا برايي جبران باسيل ارتكز الى قراءه تقول تستند الى ما قال وزير الخارجيه الايراني من انه المفاوضات بين المملكه العربيه السعوديه وايران ستنتقل من المستوى الامني الى المستوى السياسي في وقت قريب، والى انه الكويت والامارات العربيه المتحده سيعيدون رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى سفير في طهران. وأنه الوزير باسيل أنا باعتقادي أنه من بعد قمة جدة شاف أنه أو قرأ عنده قراءته أنه الأمور تتجه إلى حلحلة بين الدول العربية وإيران، وبالتالي شاف أنه هذه الحلحلة قد تنعكس إيجابا على الواقع اللبناني، وبالتالي أنه هذه الحلحلة اللي ماشي على المستوى بين الدول العربية وإيران هي نتيجة لسياسة أمريكية معينة تريد أن تقنع العرب أو أن تفرض على العرب عملية السير بالاتفاق النووي الإيراني بشروطه الحالية، وبالتالي هو بيعتقد أنه هذه الصورة المتكاملة تبدأ بطهران وتنتهي بحق القانا وحق القريش. قد يكون هذه القراءة صحيحة إذا ضبطت الأمور ومشيت بهذا الاتجاه، أما إذا كان الموضوع هو موضوع أوراق ضغط إيرانية تستخدم على الولايات المتحدة الأمريكية منا أنه والله ليكن نحن مستعدين نمشي بمفاوضات مع العرب بهذه المرحلة ونطبع أمورنا مع العرب، وبالتالي يعني الضغط علينا رح يخف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والنتيجة بلبنان رح تكون تمكن إيران من استخدام الورقة اللبنانية أيضا بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ساعتها هذا ما بيكون حل. ساعتها فعلا بيكون اللي عم بيقوله جبران باسيل نحن رايحين على حرب مش رايحين على حل. تتوقع انه